عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج رجال من الكويت. اليوم نلتقي برجل آخر من رجالات الكويت، رجل عمل طوال عمره في المال والاقتصاد. ضيفي هو السيد عبد الرضا خورشد. حياك الله ابو وليد، ونحن سعداء بهذا اللقاء. اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. احنا جرت العاده ان نبدا البرنامج بان متى كانت الولاده واين؟ انا مواليد 35 في منطقه القبله. براحت عباس، يا عمي عباس عنده دكان هناك. اي نعم. هو مشهور. ايه. فطبعا المحله كلها وين رايحين؟ برعت عماس بالاعياد، ديارف وما ديارف وام الحصن، رمضان طوال شهر رمضان تعالي شوفي الناس، ماكو قبل ماكو صفات ما صفات كلها بهالبراحه، يجون من الفرجان كلها براحه عباس، اللي يبيع باجله واللي يبيع زلابي وغريب واللي يبيع مشبيع، فالعالم كلها تلتم بالبراحة. فعشنا بهالبراحة، رعنا، وش أقول لك يعني؟ ما أقدر أوصف لك أكثر. لا، معروفة الحياة القديمة. وهذا زين، أول مراحل الدراسة وين درست؟ أنا أول ما درست المدارس الأهلية عند الظفيري وعند بن شرف، بعدين من المرشد، من عقب من المرشد رحت القبلية. لا استغفر الله، رحت القبلية. انا وعبد العزيز، هي الاقرب لكم. قبلية بالصالحية، انا وعبد العزيز ولد عمي. فبلشنا، عبد العزيز حطوه بثاني ابتدائي وحطوني انا بثالث روضة. ثالث روضة ليش؟ لان قلت انا الف خالي بين يبيت كذا سويها، هو لا، عندهم ألف لام كذا كذي عند التربية. فزعلت، شو تعطون عمي الثاني في الدعوة وتعطوني ثلاثة روضة؟ مع العلم أني أنا يعني درجت دراسة، حفظت القرآن وحفظت الفقه عند ملا مرشد، وكنت يعني من الأوائل الطلبة اللي عند ملا مرشد، عند ملا سليمان، عند ملا إبراهيم سليمان وولد ناصر، وعند الملا مرشد. فملا مرشد برا بالليوان وحنا بالحوش الثاني. بعدها جيت القبلية، قلت لك جيت القبلية بثلاث روضة، وكنا يعني فريج واحد ربع واحد، وعندنا مدرسين هم من عندنا. ايش كثر تميت في القبلية ابو وليد؟ من القبلية درست الى تقريبا قبل رابع ابتدائي، قبل ما كنت متوسط. كان الروضة والابتدائي. والابتدائي. نعم. بعدين رحت المباركية. درست ثانية ابتدائي الى ثانوية. ثانوية درست، كان ثانوية بالمباركية. درست قبل لا تروح شويخ او توها باجي يروحون شويخ، لكن احنا قعدنا بالمباركيه. وبعدين تركت قمت ادرس بالليل، اشتغلت. انا اي سنه تقريبا؟ تقريبا سنه ال 51 52 اشتغلت وقمت تدرس بالليل. شنو اشتغلت ابو وليد؟ اول ما اشتغلت طال عمرك بالجمارك. جمارك؟ اي اي. فاشتغلت في الجمارك بالاجور الارضيه، اول تلك الاركانة. نعم. وبعدين انتقلت بالاجور الارضيه. لما كانت قبل كان في الميناء وفي الجمارك. الجمارك فيها عبد السلام شعيب، والمينا فيها محمد قبازر. محمد قبازر زين. وحنا صرنا الله يرحمهم، حنا تبع محمد قبازر في المينا.
قسم الأجور الأرضية مال تنزيل. إيه. أنا ومع. مال تنزيل الأحمال. الأحمال ناخذ عليهم الأجور. إيه. والأرضية. آه كان تستوفون الأجور في لحظتها. لا. إيه في لحظتها. ولحظتها. إيه. في وقتها. في وقتها. شوفوا الأمانة والثقة إنها إيه؟ وتوردونها حق إيه؟ المسؤول. إيه. عندنا. كم تقريبا كانت الأجور؟ والله يعتمد على صندوق مثلا الكبير. إيه؟ ناخذ أربعانات باليوم أرضية. إيه؟ تنزيل ثلاث ربويات. إيه؟ اللي ينزلونه من الباخرة من فوق من الرافع بالرافع. إيه من الرافع لا بتي من البواخذ برا. من الباخرة للنجات. للنجات للدوب. إيه؟ من الدوب يجيبونها عندنا بالفرضة. إيه؟ زين. إيه؟ في الأشياء اللي تروح شويخ. إيه؟ زين بالمخازن واللي تروح المخازن مالت هذا اللي هي المينا الفرضة. الفرضة هذه إيه؟ القديمة. إيه؟ تذكر من معاك في. إيه والله معاي وايد من ربع. إيه؟ يعني بالقمارك أنا وبدر العمر كان هو رئيسي. إيه؟ ورئيس القسم وأنا النائب ماله. إيه نعم. وعندنا والله وايد من الأولاد اللي كنا معانا كلهم من جماعتنا. من اللي معرفه. إيه؟ نعم. كم سنة استمريت بوليد تشتغل في الجمارك؟ الجمارك اشتغلت وانا ادرس بعد اشتغلت تقريبا اربع خمس سنوات. بعدين طلعت ثانويه ورحت اشتغلت شو اسمه طبعا الثانويه اخذتها بالليل. ايه؟ من دراستك المسائيه. ايه نعم. بعدين اقول لك انتقلت من الجمارك صرت بالاداره. مو مالت هذه. ايه؟ وظليت بالإدارة إلين انتقلت من هناك إلى لجنة المناقصات المركزية اللي هي تبع مجلس الوزراء. مجلس الوزراء كان رئيس اللجنة. بس قبل لا نروح لوظيفتك الجديدة في لجنة المناقصات المركزية كم كان معاشك في الجمارك؟ من الجمارك كانوا يعطونا بين 450 الله يرحمه جاسم العنجري هو كان مديرنا كان مدير المالية. إيه مديرنا فيعطينا سنة شهر 450 شهر يخصم من 100 عاد ما ادري ليش ليش يخصمون؟ بس ما ودنا نقول غياب اكيد. ف بعدين صار الكادر. ايه يعني تنظم العمل الاداري. إيه؟ لما طلع من الماليه تنظيم الكادر درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة رابعة والثانوية وكذا. فصرت أنا بالدرجة الرابعة. أوكي صار راتبي أساسا 800 800 ربوية. ربوية. ايه. ويعطونا على شو تعادل 800 ربوية؟ يعني 60 دينار؟ 800 ربوية 75 ربوية اللي هي الألف ربوية 75 دينار 75 دينار اي حوالي 60 دينار 56 بس كانت نعمة. اي اكيد وقتها اكيد وغير الاوفر زعم اللي ناخذ العصر. نعم. وبعض ساعات هاي البيانات اللي نسويها حق التجار ما نقدر ما نلحق والله انا زاشتي البيضة احط كم اسود من كثر اوقع البيانات فيعطونا اوفر تايم بعض الساعات ومستانسين. وبعدين انتقلت للثانوية. ثانوية شويخ. مو لا والله مثلا شويخ بالمدرسة عندنا نفسها. ولا ثانوي ثاني ثانوي بعدين انتقلوا أهم سنتي اللي انتقلوا أم المبارك إلى من المباركية إلى الشويخ. إيه؟ أنا تركت الدراسة توظفت حتى بالجمارك وبس. بعد قلت لي أنت استمريت في الجمارك بعدين رحت إلى لجنة المناقصات المركزية. نعم. لجنة المناقصات المركزية شنو كان عملك بالضبط فيها؟ أنا كنت رئيس السجل العام. رئيس السجل العام. آه. إيه. فكان رئيسنا عبد المحسن زبن الله يرحمه. الله يرحمه. اوكي؟ فبعد راتب زين ومرتاحين يعني. ايه. في وقتها ما كان بيها المشاكل
يعني 800 ربوية نعمة أكيد. زين فاشتغلت بالمناقصات مجلس تابعين مجلس الوزراء. نعم. وبعدين والله استقلت. ليش استقلت؟ بس بشتغل عمل حر. عمل حر. ايه؟ هل كان عندك راس مال يعني؟ فكر يعني شوية. فتحت أول 58. فتحت محلات نوفوتي. شارع اسمك شارع ماكو شارع نهاره. اشتغلت أنا هناك. كان الشغل زين التجارة؟ والله يعني هويتها. ايه زين. وكنت أروح أجيب بضاعتي كلها من أوروبا، أحضر معارض مالت. أنت تسافر؟ أسافر. نعم. وأشتري وأجيب ماشي. زبايني موجودين يعرفوني وكذا. إلي شغلت بالعقار. وقت أنا اللي كنت أنا عندي المحلات اشتغلت بالعقار. بالعقار. وتوفقت والله. شنو رغبك في العقار؟ هل كانت مثلا حركة العقار نشطة؟ اي نشطة وقت نشطة. بعدين رحت الأسهم. بالأسهم صرت أنا عضو لجنة الأوراق المالية. مع الوزارة أمثل الدلالين. يعني أنت تنوب عن الدلالين، دلالين العقار. عقار. نعم. يعني مو العقار، الأسهم بعدين. أهم بعد العقار والله هم أنا رأستهم. فصرت أنا المسؤول وربعي كلهم يعني عاشرتهم بالعمل. وإلين فتحت أنا في 58 فتحت محلاتي وأنا موظف. بشارع الأسمان. استمريت العقار بقول بهذا واشتغلت بالعقار وصارت سوق الأسهم. فانتقلت معهم بالأسهم. سكرت محلات النوفوتي؟ لا بعدها. بعدين يعني بعدها مستمرة. هل كان أحد يساعدك أبو وليد؟ لا والله ما عندي. ولدي وليد بس ما له شغل. بس أنا وعندي موظفين. موظفين لبنانيين. نعم. العقار كيف كان في ذاك الوقت يعني؟ أعتقد في عز ازدهاره وإن كان رخيص يعني. لا رخيص لأنه ما كان في ترى عقار وايد. الكل يشتري ويبني. بعدين صار يداولون الأراضي. سواء كان الأراضي الاستثمارية أو التجارية. السكنية بلشت بعدين. أوكي؟ فصار السكنية بعد أزيد. فاشتغلنا بالعقار والله خير ما شاء الله. واستمريت بالعقار لغاية الآن أنا بالعقار. كنت رئيس اتحاد السماسرة. السماسرة. شنو الفروقات يعني بالنسبة للعقار تعتقد أنه يعني هل هي ظاهرة غلاء العقار الآن هي ظاهرة دولية ولا تكاد تكون لكويت؟ لا كان ما عندنا شغلة ثانية. تجارتنا محدودة. فلما راحوا العقار الكل بلش بالعقار يشتري قسائم ويبيع قسائم اللي يبني اللي يستثمر. عرفت شلون؟ فصار العقار منعش مطلوب. مطلوب. نعم. وكثير عندنا استفادوا من العقار وبلشوا يعني بأموالهم وبهذا. واستمر العقار لغاية اليوم يعني طبعا عندنا. العقار يعني بس هو هناك من يقول بأن ظاهرة ملفتة حقيقة أن الكويت من أغلى الأراضي مثلا فيها عكس الكثير من الدول يعني ما انت هذولاك دول الخليج. نعم. ما انتبهوا. يعني احنا انا واحد من الناس وعندي جماعه انتقلنا الى دبي. زين وبلشنا نشتغل بدبي. دبي توها نافذه. يعني بدايتها فاشتغلنا وبعنا بدبي وبراس الخيمه وبالشارجه. يعني الحمد لله استفدنا. هل ما تعتقد يعني صغر رقعة الأراضي هي السبب في ارتفاع الأسعار؟ هذه واحدة منهم. بس ما كان عندنا تجارة أراضي. حتى التجارة اللي عندنا المناطق المحدودة حوالي النقرة السالمية
داخل الكويت غالية طبعا الأراضي وفي ناس استثمروا بداخل الكويت. نعم. أوكي. فهذا اللي صار. سبب نعم. بعدين انفتح سوق دبي وحنا اللي سويناه. زين سوق دبي وأنا على رأسهم طبعا. خدت جماعة وقمنا نروح. دبي وراس الخيمة اشتغلنا فيها وللحين يعني والله عندي شغلة الحين عندي قسائم أراضي 31 قسيمة ما رحت فترة قاموا صادروها عندي وثائقها وعندي خرائطها شلون؟ رحت للحين نتوقف شوية أبو وليد عزيزي المشاهد نتوقف استراحة قصيرة ثم نعود لاستكمال الحديث مع السيد عبد الرضا خرشد. يعني ذكرت ان بعض الاراضي هل لكون يعني مضت عليهم مده طويله صودروا مثلا ولا ايه هذه بدبي اي نعم يعني فوضى يعني انت عندك وثائق ولا وثائق جديده مقسمها جيت ولا جماعه بيحطون يدهم عليها يدهم عليها تهاوشت هناك معاهم وكذا وللحين انا مطالبه عندي محامي عشان يرجعونها لي لا خلاص ما يضيع حق وراء مطالب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابو وليد توقف حقيقه في سنه 81 نعم رشحت نفسك للانتخابات ليش الفكره؟ والله ماكو فكره شنو كنت انا مع السياسيين وحبيت السياسه فقمت ورشحت نفسي زين عن طريقه عن منطقه الرميثيه كلاعب وصار منافسين وصار خفصه وما توفقت ما هذا ولدي ما شاء الله الله صلاح صلاح ايه رشح نفسه وعندنا علاقات زينة الحمد لله مع الناس وسمعة طيبة سمعة طيبة نعم. أكيد وطلع هذا وبعدين صار وزير إيه؟ وزير رهداء بيستقيل خلاص مل الوزارة طلع وبعدين رشح نفسه مرة ثانية وفاز إيه؟ والحين بالنيابة لا شك هو من الأعضاء يعني أصحاب الطرح الهادئ يعني إيه؟ هذه معروف عنه إيه؟ يمكن يكون مو ملاحظة بس هو إيه؟ أكيد يعني إيه؟ وهذه دليل على أن حسن التربية بعد هذه الفترة أبو وليد جاءت أزمة المناخ إيه؟ والمناخ طبعا هذه كارثة حلت بالكثير من التجار الكويتيين نعم 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 لكن في الأساس أنت كنت من المعارضين والرافضين أنا واقف عظم يعني ضد المناخ ما اقتنعت منه من البداية من البداية من نعم أول ما صار المناخ ماك شيء هذول بالمناخ هذه منطقة البناية مالت هيئة الثمار اي نعم زين سوق المناخ سوق المناخ نعم هذه بلشوا قاموا يشتغلون بالمناخ بعدين قاموا اعطني اجل حنا الاجل انا كنت قبلها في السوق الرئيسي مكتبي وكل شيء وشغلي زين الحمد لله ومعروف عند الناس فلما انتقلوا سوق المناخ وجدت فوضى وجدت اخذوا بقضيه الاجل حنا الاجل بالسوق الرسمي اللي هو مو المناخ اذا يعني ببيع مده المدة لازم البايع اللي بيعطي يقرض أو بيعطي الأسهم نعم حق المشتري شنو إمكانيته شنو ماليته شنو كذا منه هو
زين، لان انت بتعطي حلالك اجل إيه؟ إيه؟ فلازم تعرف ما عندك ضمان. نعم. الضمان سمعته. عرفتي؟ فبالاخير هذا لا يعني عندي واحد موظف، مو موظف صديق، ما عنده موظف كان بالدوله، قال عندي 6000 بدش مناخ. يا معود انت 6000 شو تسوي؟ قمت واعطيته اظن 16 او اعطيته 20 من عندك؟ من عندي يعني كسلفه. وقلت له اشتغل اتكل على الله. اي يوم يعني فاجئني براس مال 6000 ناس تشتغل ملايين بس عشان ما ادقره. اي واشتغل واستفاد والله. طبعا ورجع فلوسي جزاه الله خير. فهناك المناخ صارت مضاربه خصوصا بالاجل. وعلى اشياء مبهمه. يعني ماكو شركات رسميه، المناخ ومناخ، وسووا شركه وسووا شركه. وانا واقف يعني حتى الله يرحمه الشيخ يابر والمسؤولين عارفيني انا ضد المناخ. يعني المناخ صار وتأسس بعد ما في هذا، ما في تراخي. أنا إلين انحل صارت المشكلة مالت هذه مالت سوق المناخ، صرت أنا مثل اللولب أروح أحل مشاكل. هذا تبي من 100,000 أعطى 50 أعطى 60 ومع السلامة. ففككت مشاكل كثيرة الحمد لله. وتعرفين للحين في لها ذيول، في ناس كثير لها ذيول وديونيات ومشاكل ومكاتب ويعني الحمد لله. لكن الحمد لله هانت يعني. بس تعتقد هو يعني التجار التقليديين يعني ما دخلوا نعم. ولا تاجر مناخ ما دشوا تجارنا. كلهم قاعد بمكتبه عنده اسهم ويشتري بسوق الرسمي عندنا بسوق الكويت بالبورصة، يشترون يبيعون وعندهم يستثمرون يعني وعندهم تأسيس. نعم. شركاتهم. فذولا ما دخلوا المناخ، كل اللي دخل مناخ طارئين ذولا. يو بلشوا شرى مدة وباع مدة وما حتى دلالينهم أعوذ بالله ما شلون اشتغلوا. يعني صار مشاكل، لكن والله الحمد لله يعني سيطرنا على الوضع وفككنا قدر المستطاع. بس الحمد لله انت لا مسلف لا ولا لا والله مسلف وراح علي. ما مسلمت، اعطيت كذي يعني ما شلون بس سلفت وايد لا. ما سلف. انا انتقده شلون اسلف؟ لا يعني ممكن مساعده يجيك واحد معرفه يقول لك هذا الحكي. يعني هذه مساله انك انت تساعد انسان، هذه مساله لابد منها. انت بحكم تجربتك يعني الطويله في مجال التجاره ابو وليد، هل تشجع الشباب الاتجاه الى العمل الحر؟ هو عمل حر زين وما في احسن منه. بس الان ماكو اعمال. يعني الان لو تجين عندنا سوق العقار واقف، التجاره الثانيه واقفين، شو يشتغل فيه؟ وبعدين اذا ما عندك مال راس مال عشان تصير راس مال قوي. يعني مو مثل قبل عندك عندي في ذمتي عطني مده وما عطني مده لا. فالان الشاب اللي اذا ما عنده نعم اللي كان ابوه وعنده راس مال يشتري الاستثمار مو مضاربه. يشتري بنايه مثلا تدخل 10% 8% 12% يعتمد على موقعها وشني قدمها. فهذول يعني يشتغلون. يعني عندنا جماعه عندهم عقار وعندهم اراضي وما يضاربون، ماكو مضاربات. هناك من يدعي من الشباب يقول لك ماكو شيء نشتغل فيه، يعني لا اراضي ممكن احنا مثلا نشتريها بسعر رخيص ونستثمرها. مثلا لو فكر الواحد يفتح له محل، الاجور، قضيه ايضا الخلوات هذه اللي الان هي موجوده تفرق. انخفضت. بس انت بتشتغل تشتغل في ايش؟ يعني العقار محصور. تجار العقار قلت لك انا تجار تقليديين اللي هم يملكون عقار عندهم عقار. اي نعم. زين
فما يعني ماكو ذاك السوق المشجع. يعني عندنا بالسوق يصير بيوعات لكن نادرة. ما عاد ذاك الزخم، ما في ذاك يعني مقولب ولا مضاربات وكذا مثل ما صار بالمناخ. يعني المناخ ظاهرة ميزين غير صحيه. اي غير صحيه وغير يعني هذه القضيه. تعال عطني مده يعني مده انا اعطيك. احنا قبل بعنا على واحد مده، تعال شنو امكانيته، منو هو، شنو راس ماله، تعرفه. نعم هني لا، اللي بالمناخ عطني وفي ذمتي. فلما صار مناخ اغلبهم ما عندهم سقوط. اي فاحنا بدينا نلفلف ذوله وتعال يباش عندك فلوس عطنا يعني عشان نمشي الشغل. والله وقدرنا على السيطرة على الشغل. نعم. الآن طبعا الدولة في توجه لتشجيع الشباب إلى المشاريع الخاصة. المشاريع الصغيرة. إيش مشاريع الصغيرة ومتناهية الصغار يعني المسميات هذه. هل تعتقد هذه مفيدة، ممكن تطلع لنا جيل من الشباب الذين يتطلعون إلى الاشتغال بالعمل الحر بعيد عن الوظيفة؟ هم الوظيفة تعودوا عليها. العمل الحر إذا أنت ما أنت تمارسها زين ولا تفهمها هم كمان ما تقدر تشتغل. الآن العمل الحر يبي له رأس مال من الأراضي، يعني داخل ديرة حتى خارج ديرة ماكو أرض قيمة مثلا 100,000، قسيمة يمكن سكنية في منطقة معينة خارج المنطقة السكنية يعني مش داخل. وما المحيطة. اعتقد في بمية يعني اقولش مثلا اي 750 500 فلس. نعم. هذه ما تضار فيها يشتريها سكن. اوكي ياخذ قرض من الدولة من البنك على اساس ضمان طبعا. اوكي على اساس يبي سكن. لكن ضار مثل قبل اشتري وبيع لي وكذا قسايم ما في. انت بحكم خبرتك ابو وليد شنو الاستثمار الآمن؟ يعني هناك من يقول هناك استثمار في مخاطرة وهناك استثمار آمن. حاليا استثمار بيني وبينك غير العقار ما في، وفي الأسهم الرئيسية اللي تعطي عائد آخر السنة، البنوك مثلا الشركات الكبرى الناجحة. نعم. ناجحة. فالشركات الثانية في يمكن تعطي 5% 10% بس ما يعني هم غالية. فما في يعني شيء انك انت تبتدي تنشئ نفسك فيه. الا اذا كان عندك رأس مال قوي ومو مضارب. انت تشتري الاستثمار يعطيك 10% 5% 8% 12% في بعض المحلات، فما في ذاك العائد اللي يعطيك 20 30 فرصة. هل تعتقد ان احنا يعني نقول ان مثلا قضية التجارة الفردية اصبحت في طريق مسدود في وجه مثلا محدود الميزانية مثلا؟ ماكو شيء من تجارة، ايش عندك تجارة؟ احنا بلدنا ما فيها استهلاكية. مجال. إيه؟ نعم نعم. ما فيها الوضع اللي كنت تشتغل بالتجارة. نعم ممكن تصير عندك مثلا استوراد تجيب بضاعة وتبيعها بالجملة وتستوي في حلالك منهم. يعني ماكو التجار الآن أغلبهم ما شوف تجار. يعني ما قاعد يطلع جيل جديد من التجار. لا التجار هم أولادهم مكاتبهم سوق التجار عندنا. زين فهذولا عندهم يا أعمار زين او عندهم اسهم رئيسيه تاخذ ياخذون عائدها كل سنه، فما تكون مضاربه ولا تشجيع. يعني الايام اول امس انباع عقار بسعر كبير والحين في عقار مثلا معروض بالسوق وفي على اساس بيوعات منها بس على اساس شركات قاعد ياخذون تاخذها. اي يعني انباع بالدع
باع بالسالمية والآن معروض كمان لما تيجين حق شركة مثلا فيها كبيرة يعني هذا عقارها مو أقل 200 مليون إيه بس وليد هذا عائدها لأفراد وليس للكل لا لا أقولش ماكو تجار ماكو نعم صغير ماكو تجار نعم صغير نعم حتى الآن مضاربة تعالي سوق المناخ ما فيها تجار تقليديين كلهم شباب أو جماعة تعلموا يروح هناك يشتري السهم حصل له فلسين ثلاثة باع هذا اللي عندك فما عندك هذه مش مجدية على المدى البعيد لا طبعا نعم نتوقف عزيزي المشاهد في استراحة قصيرة ثم العودة إلى حديثنا مع السيد عبد الرضا خورشيد استراحة قصيرة عزيزي المشاهد نعود مرة أخرى إلى ضيفي السيد عبد الرضا خورشيد ونتحدث عن الفروقات بوليد بين جيلكم والجيل الحالي في نظرته للعمل كيف يقدس العمل يحترم العمل يحترم التعاملات مع الناس كيف تشوف الأمر شوفي بيني وبينك يعني ما في ما طلع جيل جديد الجيل الجديد اللي متربي اللي متربين التجار اللي عند أهلهم اللي بالسوق عندنا يجي يقعد عندك ياك فلان ولد فلان ياك فلان يقعدون عندنا بالسوق أنا بلوك خمسة مثلا زين كلنا هاي التجار موجودين عندنا البلوك ثلاثة في تجار بس ما في كلهم قاعدين مكاتب مسكرين عليها حنا شوية عندنا منغوش ففي حركة بس ماكو التجارة اللي انت تبين جماعة بسوق المناخ بسوق القصدي البورصة يروحون يقعدون شاي وقهوة زين يشتري ألف سهم أو ألفين سهم ماكو ذيك المضاربات وحتى يبيع يعني ما مع الأسف يعني تعتقد شنو ممكن يكون ينعمل عشان يتحرك يعني هذول التجار اللي عندهم فلوس يعني عندنا الآن الشباب أبوه يعطي 10,000 أو يعطي 50,000 يبي يضارب ما في مضاربة عشان يضارب زين أكو شيء أنت تأخذ عائد ماذا يا بناية يا تشتري بيت وتبيعه ترممه وتسويه يعني ماكو مضاربة مثل ما كانت زمانات قبل لا مضاربة كل يوم بايع وشاري وكذا الحين لا ما في ذاك حتى عيال التجار اللي كان عندهم فلوس أو أبوه ما يعني متحفظ ما يروح تعتقد يخاف يجازف مثلا لا مو يخاف ماكو شيء يجازف فيه ماكو شيء شيء يجازف فيه ما في يعني السوق تين احنا الحين قاعد شاي وقهوة وسؤال مسير عليك شنو يعني ممكن اللي يصلح الحال يصلح الحال تكون بالسوق تطلع طبقه تبتدي تبيع وتشتري وتضخ فلوس انزين تتشجع تاخذ من البنوك اذا ما عندك ويعرفونك منو انت عشان تعطيك البنوك ما يلا تعطي طبعا وتبيع وتشتري وكذا ربح لك 1000 ربح لك 2000 إذا دشيت بقوة يمكن تبيع وتشتري ما في مداولة ماكو مضاربة مثل ما كان زمان فالسوق نقص السيولة السيولة أو السيولة متكدسة في أيدي البعض البعض ما يضارب يخاف عند لا مو بس يخاف هو رأس المال جبان يعني أجري عدل طال عمرك بس هذول أغلبهم عندهم عقار مطمئنين أو عنده سهم زين ياخذ عائده يعطي 10% 15% اليوم لما تاخذ 10% ما يعطيك البنك 10% نعم ما يعطيك حتى 6% نعم اوكي فياخذ سهم مثلا وطني او تجاري اغلبها البنوك
وإذا خلاص ياخذ آخر السنة يعطي عايد 10 12 15. أوكي فياخذ أفضل العايد من المضاربة الغير مأمونة. أي مو مأمونة. أنت طبعا أبو وليد يقال عنك حداق ماهر. لا ماهر ماكو ماهر، هذا الحداق يروح يطلع الصبح في ما معاه وخيوطه معاه وغدا يقعد له من الصبح كذا وقاط خيطه ومجابله انست لك بالول ولا ماكو مثل الوضع الاقتصادي. لا لا بس مش انقرضت طول عمرك بعد. اي والله. فشنو الان طبعا اللنجات موجوده ويطلعون يعني صار حمل ولا فساد فيطلعون حدقون بس وين المحادق اللي كانت قبل فيها سمكه جتنا هذه الكرافات اللي تسدون سمك الشركات هاي شركات الاسماك الكرافه هذه تكرف كل شيء الزين والشين. فانقرضت السمكه خصوصا المناطق ذيك داخل البلد القطع اللي كنا قبل نروح القطعه يسمونها مالت الراس ولا قطعه فريليشه ولا عوه ولا الجزره هذه ما تروح تقعد من الصبح تسلم مع ربعك حط شاي وقهوه وسيجارك زين يمر عليك بالول ولا بعد ما ترجع بعد ساعات حتى ايدام ما تجيبه. اي والله. انت طبعا عندك وكاله يعني لليخوت. لا ما هذه بلشوني فيها. بلشوك. انا شريت يخت 25 قدم. زين؟ انجليزي. وعطوني قالوا معود نصرفها. انا ما اخذت تسليه هني. بعدين شريت واحد اكبر 76 قدم. هذه بحاطه انا برا ما اجيبها الكويت. الحين حاطه هذا هو اللي افتر فيه انا في البحر الابيض. اروح هل يعني هو عمل خصيصا لك ولا هو لا لا لي انا وربعي يوني بعد يوني بناتي بعد ساعات يوني اولادي في اربع غرف نوم كل غرفه حمامها اربع غرف يعني غرفتين كل واحده سريرين وغرفتي انا سويت وغرفه ثانيه مال الفي اي بي فنطلع تسلي نفسك اروح تونس اروح ايطاليا اروح اليونان اروح شو اسمه وين والله احوس تونس رحت العام زين فبس ولا والله ماكو شيء بس ما تحدق من خلال ما في البحر الابيض ما صعبه صعب. ما تدري المحادق مالتها صحيح اي صحيح وبعدين البحر غزير عندهم ما تحصل المهم تتسلى يعني اي تتسلى اي لا قط خيط لكن ماكو شيء الان انت طبعا ما شاء الله عليك كيف تنظم وقتك بين شغلك بين تجارتك بين مكتبك والله شوفي بيني وبينك شغل ما في عندنا ندش السوق سوقنا سوق التجار وكلنا هذا مسير عليك انت راح مسير على فلان فلان طالع من عندك رحنا كنا عند فلان شربنا شاي وقهوه ها وردينا قعدنا حطينا ريل على ريل والساعه واحدة ونص مشينا محاسبين ياخذون فلوسهم والموظفين اللي عندك مراسلين وكذا انت المهم تدفع لكن دخل الا بعض ناس عندهم عقار من تجارنا عنده عائد زين انا عقاري بعته للاسف فاطقطق مني بالسوق شاري لي شغله باي لي شغله بس ولا والله ما تتسلى يعني ايه؟ طيب ابو وليد يعني قبل لا ننهي لقائنا انت بعد خبره هالحياه وما شاء الله عليك من موظف بسيط الى تاجر الى موظف الى راعي حلال الى كيف تنظر للحياه الان؟ وش تقول يعني لان انت الان قدوه نسمع منك يعني الجيل هذا البلد الحمد لله ما فيها الا كل خير
الحمد لله ووضعنا زين. بس كتجارة واقفة. زين عندك مال تشتري عقار له عايد 10 12 11 8 يشترون عقار يبيعون عقار بس ما في ذاك التداول اليومي انه انت باع وشرى وباع وشرى ايه فهذه ما في. وحنا كلنا قاعدين وكلنا بالسوق عندنا كلهم تجار ما في يعني ولا هم من الطارئين. نعم اوكي فعندنا يبيعون ساعات يشتري بنايه او بايع بنايه او يعني هذا اللي عندنا الان. طبعا يعني نود من خلال هذا اللقاء ان ننقل تجربتك وخبرتك للجيل جيل الشباب، ايش تقول لهم يعني؟ شوفي الشباب الكويتي اليوم. الشباب الكويتي مع الاسف ما اتجه للتجاره. تعرف في الوزارات ابي راتب وبس. فكلهم صاروا موظفين. اوكي؟ قسم قليل اللي هو مع ابوه قاعد مكتبه وطبعا وصاية ابوه. او معطيه راس مال معين يشتغل فيه. لكن تعال من عندنا؟ ما عندنا. شباب بلى في سوق الجيت هم مضاربه كذي لكن ماكو ذيك المضاربه اللي انت موجوده بالسوق قبل. ما يعني لا التجاره هم اللي قاعدين يشتغلون عندهم عقار قديم وعندهم عائد حلو لا يبيع ولا يشتري. ما شو ابيع؟ شو اشتري؟ ماكو شيء. اي فقاعد لا يصير تبيعات يعني الحمد لله لكن مو ذيك اللي كانت اللي احنا يعني نتوقع الرنه اللي كانت. نعم نعم اي كلمه ابو وليد اخيره تقولها لمن؟ يعني انا مثلا التقيت ببعض الشخصيات يعني يشكرون تشجيعك لهم وبدون ما نسمي اسماء. انت يعني توجه شكرك في النهايه تشكر من مثلا؟ والله كل عندنا اللي بالسوق واللي تعاملنا معاهم كلهم من الطبقة الطيبة. مثل ما يشكرونها ما نشكرهم. ودائما يعني نقعد سوا ونشرب شاي وقهوة. ويجزاهم الله خير اللي شكروا فيني. فأقول للجيل الجديد يعني يجرب. مو يجرب يقطع عمره في مبالغ هائلة وهو ما يعرف يشتغل. يعني خليه يقعد عند أبوه يعرف شنو يبيع وشنو يشتري بناية يعرف عائدها كم. زين فماكو هذه مع الأسف. عندهم فلوس كثيرة تجار مثل عبائل. زين وعنده عقار يقول لك أنا بعد هالشيء اشتري إلا يحصل مثلا عقار مناسب وموقع ممتاز لا والله ينشده ممكن يكون يشجع. نعم. نعم لكن أنت مضارب الأولية اللي كانت مثلا سوق المناخ أو بسوق الجت يوميا ينباع وينشرى. اوكي لا ما عاد هذا. لا ما عاد. ابو وليد احنا الحقيقه استمتعنا بحديثك. حديث خليك. جميل وحلو. شكرا. في النهايه نشكرك. الله يطول عمرك. ونقول لك الله يعطيك الصحه والعافيه ويطول بعمرك عزيزي المشاهد. شكرا لحسن المتابعه وتحياتنا لك عزيزي المشاهد وتحياتنا للسيد عبد الرضا خورشيد ابو وليد على هذه طولة البال. لأن يعطيك العافية. شكرا لك.